اسم اسيد مؤدب. ايه الاسيد المؤدب ده؟ ادبك اسيد. تعالوا نشوف شكله. الاولاني سي او او اتش سي اتش 2 سي اتش 2 سي دبل بوند او، وبعدين هاخد الاس كو اي دي مع الاتش بتاعت الجلايسين فيطلع الكو اتش. ويتبقى ايه؟ ما دام اخدت دي مع دي يبقى تركب الكربونه دي اللي هي سي اتش ان اتش 2 واخر واحده سي او او اتش. ده اسيد فيه 6 كربون، 2 كربوكسيل يسموه ادبيك اسيد، اسيد مؤدب. الكربونه اللي بعد الكربوكسيل اسمها الفا، اللي بعد كده بيتا جاما دلتا. خلي بالك ان الاسيد المؤدب ده في الالفا كربون في مجموعه ايه؟ امينو. في البيتا كربون في مجموعه ايه؟ كيتو. يبقى اسمه ايه؟ الفا امينو بيتا كيتو ادبيك اسيد. اسم الانزيم اللي يعمل الرياكشن ده اسمه الاسينسيز. ايه ده؟ ولا ليه اي علاقه بكلمه الا؟ ده راجل مؤدب. اسمه الفا امينو بيتا كيتو ادبيك اسيد. امال الا دي هتطلع ازاي وامتى؟ اصل الاسينسيز بعد ما يعمل اول ستيب هيعمل السكند ستيب على طول. ايه السكند ستيب؟ الاسينسيز يشيل CO2 يعمل دي كاربوكسيليشن. هيعمل دي كاربوكسيليشن منين؟ من اول كاربوكسيل يشيلها CO2. يبقى المنظر كده عندنا يا شباب. يبقى عندنا لا اسف من تاني كاربوكسيل من اخر كاربوكسيل يشيل CO2 من اخر كاربوكسيل اللي هي CO2 دي. فيبقى شكله كده COOH CH2 CH2 CO CH NH2 والH دي بتطلع هنا يبقى CH2. ده مين؟ ده يا ولاد أسيد اسمه لفيوليك أسيد. في خمسة كربون اسمه لفيوليك أسيد. الكربونة اللي بعد الكربوكسيل اسمها ألفا بيتا جاما دلتا. الدلتا كربون فيها مجموعة إيه؟ خلي بالك الالاسنسيز عشان يشتغل محتاج كو انزيم مهم بي ال بي. مين البي ال بي ده؟ اللي هو بايريدوكسال فوسفيت الاكتيف فورم اوف فيتامين بي 6. طب اول رياكشن ده بيحصل في الميتوكوندريا، يبقى لازم تعرف السايت بتاعه. ليه؟ لان على السب سيلولار سايت الفيرست رياكشن واخر ثلاثه بيحصلوا في الميتوكوندريا. بقيه الانزيمز بتشتغل في السيتوزوم. عملنا اول حاجه القلق. هات لي بعد كده اتنين قلق. تعالوا نشوف اتنين قلق شكلهم ازاي. اول واحد اهو سي او او اتش سي اتش 2 سي اتش 2 سي او سي اتش 2 ان اتش 2. وتاني واحد شكله اهو سي او او اتش سي اتش 2 سي اتش 2 سي او سي اتش 2 ان اتش 2. واعمل حاجه اسمها كوندنسيشن. كوندنسيشن يعني تجيب مركبين تشبكهم مع بعض تطلع ووتر يبقى اسمها كوندنسيشن. ازاي؟ شيل اتش 2 من هنا مع وحده او من هنا. شيل اتش 2 من هنا مع وحده او من هنا يطلع مين؟ ووتر. واشبك السي مع السي. مش بس كده، شيل وحده او من هنا مع اتش من هنا مع اتش من هنا يبقى انت طلعت اتش 2 او. بس لما تيجي تشبك اقفل بالان اتش دي. لما تقفل بالان اتش دي انت عملت ايه؟ رينج. شايف الرينج دي شبه مين؟
شبه البايرورينج دي، دي شبه دي، يبقى انت كده على الخط الصحيح بتاع بداية تصنيع الجين. نسمي المركب اللي طالع ده ايه؟ نسميه بي بي جي، بورفوبايلينوجين. اسمه تاني يا ولاد بورفوبايلينوجين. البورفوبايلينوجين بيبقى في الرينج دي اللي هي البايرور، بس في ايه زياده على الرينج؟ اهم حاجه الجزء اللي تحت ده، في مجموعه ايه؟ امينو جروب. يبقى انا عشان فعلا اوصل للشكل الاخير بتاع الرينج، يبقى انا لازم بعد كده اشيل الامينو جروب. وفي ايه كمان زياده؟ في المجموعه اللي فوق دي، شوفوها سي او اتش سي اتش 2، دي كام كربونه؟ اثنين. الاثنين دي اسمها اسيتيت. طب اللي جنبها سي او اتش سي اتش 2 سي اتش 2، دي كام كربونه؟ ثلاثه، اسمها بروبيونيت. يبقى انا لازم اعمل تعديلات على السايد تشين. ايه التعديلات دي؟ لازم احول الاسيتيك لمين؟ ميثايل. لازم احول البروبيونيت مثلا لمين؟ لفينايل. يبقى هو ده اللي انا عايز اعمله بعد كده. طب اسم الانظام اللي عايز يعمل بورفوبايلينوجين نسميه ايه؟ بورفوبايلينوجين سينثيز، او ليه اسم تاني. هو اشتغل على مين؟ على القلق. عمل ايه؟ كوندنسيشن، يعني عمل ريموفا لمين؟ لوطه، فيسموه اسمه التاني قلق دي هيدراتيز. يبقى الانزيم التاني بعد القلق سينثيز ليه اسمين، يا اما قلق دي هيدراتيز يا اما مورفوبايلينوجين سينثيز. طب انت عملت وان رينج، يبقى ما ينفعش وان رينج، لازم تعمل كام رينج؟ اربعه. يبقى انا محتاج كام مورفوبايلينوجين؟ اربعه. تعالوا نجيب اربعه مورفوبايلينوجين. لما تجيب الاربعه بورفوبايلينوجين شكلهم كده بقى على طول، ده الرينج اهي، بس اتفقنا مين الزياده اللي فيها؟ ال سي اتش 2 ان اتش 2، وهنا في مجموعه الاسيتيت، وهنا في مجموعه البروبيونين، عايزين اربعه. بشرط ان الاربعه دول تشبكهم مع بعض. طب عشان اشبكهم مع بعض اعمل ايه؟ لازم اشيل ال NH2 عشان نشبكهم مع بعض. ليه؟ لان هو ده الجزء الزياده. عشان نشيل ال NH2 اتفقنا زمان بنشيلها بصوره ايه؟ NH3. يبقى لازم اسم الانزيم اللي يشيلها يبقى اسمه بورفوبايلينوجين دي امينيز. ليه مورفوبيولوجي دي امينيز؟ لانه هيبدا يشيل ال NH2 دي كلها ويشبك الاربعه مع بعض، لما يشيل ال NH2. فلما يشبك الاربعه مع بعض يطلع اربعه بايرورينج لينير. لما يطلع الاربعه بايرورينج لينير يسموا المركب ده هيدروكسي ميثايل بيلين. يبقى ايه الهيدروكسي ميثايل بيلين ده؟ لينير تترا هيدرو بايرول. يعني ايه لينير بايرول؟ يعني اربعه بايرولين على خط واحد. طب الهيدروكسي ميثايل بيلين ده مركب انستيبل. يعني ايه انستيبل؟ يعني لو سبته كده مش هيفضل سبونتينوسلي تلقائيا من غير اي انزيم الاربعه بدل ما يبقى على خط واحد يترتبوا في صوره الرينج. فلما يترتبوا في صوره الرينج دي الاول يطلع المركب اسمه يورو بورفورينوجين 1. ايه ده؟ ليه سموه يورو بورفورينوجين 1؟ اصل يا شباب السايد تشين اللي عندك ما هياش ان بي ولا ان بي، امال السايد تشين اللي عندك مين؟ فاكر؟ اي بي اي بي اي بي اي بي اللي هي اسيتيت وايه؟ وبروبيونين. عشان كده سموه يورو بورفورينوجين 1، وعشان كده سموا الانزيم البورفوبايلينوجين دي امينيز سموه يورو بورفورينوجين 1 سينثيز. ليه سموه يورو بورفورينوجين 1 سينثيز؟ لان انت لو عملت دي امينيشن عملت هيدروكسي ميثايل مش هيفضل لوحده، سبونتينوس يتحول لمين؟ يورو بورفورينوجين 1. عشان كده سموه يورو بورفورينوجين 1 سينثيز. بس انا مش عايز امشي في سكه ولا
انا عايز امشي في سكه دي 3 يبقى لازم الهيدروكسي ميثايلبيلين اجبره انه يغير الترتيب بتاع السايد تشينز. بدل ما يبقى اي بي اي بي اي بي اي بي اخر وقت يبقى اي بي بي اي. ساعتها يبقى اسمه يورو بورفرينوجين 3 بانزيم اسمه يورو بورفرينوجين 3 سينسيز. انت كده في البدايه صح؟ ليه؟ لان انت خلاص عملت الرينج، خلاص حطيت السايد تشين. اللي ناقص ايه؟ ان احول السايد تشين بدل ما هي اسيتيت اخليها تبقى ميثايل، بدل ما هي بروبيوتيت اخليها تبقى فينايل. ازاي؟ ده شكل الاسيتيت سي او او اتش سي اتش 2. يا ترى ينفع تخليها ميثايل سي اتش 3؟ اه. ازاي؟ شيل يا ولاد سي او 2. لما تشيل سي او 2 يبقى بالمنظر ده انت بتعمل ايه؟ لما تشيل سي او 2 بدل ما كانت سي اتش 2 سي او اتش تبقى سي اتش مين؟ 3. يبقى لازم تستخدم نظام اسمه دي كاربوكسيليز. طب يا ترى ينفع البروبيونين سي او او اتش سي اتش 2 سي اتش 2 دي البروبيونين ينفع نحولها لفينايل؟ اه ينفع. ازاي؟ اول حاجه شيل سي او 2، بعد ما تشيل سي او 2 شيل 2 هيدروجين، يبقى بعد كده تحول ساعتها البروبيونيت لمجموعه فينايل. يبقى انت هتعمل دي كاربوكسيليشن وبعد كده تعمل ايه؟ اوكسيديشن ريموفر اوف هيدروجين، دي هيدروجينيز. يبقى دي الخطوات اللي انا عايز اعملها، ان اعمل حاجتين، ده اللي انا عايز اعمله، دي كاربوكسيليشن وفي نفس الوقت بعد كده اعمل اوكسيديشن. البروبيوفرينوجين بقى يا شباب ثلاثه، يلا نحوله لغايه ما يوصل للشكل ده. اول حاجه اعمل دي كاربوكسيليشن بنظام اسمه يورو بروفرينوجين 3 دي كاربوكسيليز. تغير شويه جروب، بدل ما يبقى اسمه يورو يبقى اسمه كوبرو، كوبرو بورفرينوجين 3. ايه الفرق ما بين يورو وكوبرو؟ يورو ده في اليورين، كوبرو ده في الاسطول، عشان كده سموه كوبرو بورفرينوجين 3. بعد كده هات الكوبرو بورفرينوجين ده يا شباب بنظام اسمه كوبرو بورفرينوجين اوكسيديز. اوكسيديز يبقى يشيل ايه؟ هيدروجين، يحولوا لحاجه اسمها بروتو بورفرينوجين. يبقى اول واحد كوبرو بورفرينوجين، بعد كده بروتو بورفرينوجين. ده في جن، ايه في جن ده؟ البروتو بورفرينوجين سموه كده جن عشان في مور هيدروجين. يبقى الحل ايه؟ عشان انا احوله لبروتو بورفرين اشيل الجن. اشيل الجن ازاي؟ يبقى اوكسيديشن. يبقى اسم الانزيم ايه؟ بروتو بورفرينوجين اوكسيديز. فتشيل المور هيدروجين، بدل ما يبقى اسمه بروتو بورفرينوجين يبقى اسمه ايه؟ بروتو بورفرين. انت خلاص اهو قربت. فاضل لك اخر خطوه عشان تعمل ايه؟ ايه اخر خطوه؟ ما تنسوش زمان في سنه اولى قالوا لنا ان الهيم اسمه فرس بروتو بورفرين 3. يعني انا في الاخر لازم اضيف ايه؟ فرس ايرن بانزيم مهم قوي اسمه فيروكيلاتيز. فيرو يعني ايرن، كيليت يعني بيعمل كيليشن، يعني بيعمل اديشن بايندنج للاير جوه الرينج. فانت كده خلاص عملت الفيروس بروتو بورفرين 9 او 3 اللي اسمه في الاخر ايه؟ هل حد هيسالك في كل الكلام ده؟ يقول لك كل الخطوات دي؟ لا طبعا مش هسالك فيها خالص، لكن هسالك في ديزيز مهم قوي اسمه بورفيريا. انا شرحتها عشان حاجه واحده بس، البورفيريا. ايه قصة بقى البورفيريا دي يا شباب؟ بص، البورفيريا واضح من اسمها انها ديفكت في الهيم سينثيسيس يؤدي لزيادة البورفرينوجينز، عشان كده سموها بورفيريا. هنقسم البورفيريا لنوعين على حسب مكان الديفكت فيه، يا اما ايرلي يا اما ليت.
منهم البورفوبايلينوجين والقلق. طب ايه المشكلة لما البورفوبايلينوجين والقلق يزيد؟ البورفوبايلينوجين والقلق اعرف انهم نيوروتوكسيك، بيعملوا توكسيسيتي للنيرف سيلز. اشمعنى؟ بينهبت انزيم اسمه ATPase. بيني وبينك الاي تي بيس ده هو الاي تي بي سينثيز اللي كنت بتاخده زمان بتاع الاي تي سي. فواضح من اسمها لما نعمل انهبيشن للاي تي بيس ونعمل انهبيشن للاي تي بي سينثيز يبقى النيرف سيلز مش هتعرف تصنع اي تي بي، فيحصل حاجه اسمها نيوروسايكايتريك سيمتومز. ولو حصل ديفكت في الليت باسوي تحت في كل البصري اللي انا قعدت اشرح فيه ده دلوقتي في البورفرينوجين ادى الى زياده الجن البورفرينوجين يعملوا حاجه اسمها ابدوميك، هيعملوا حاجه اسمها يا شباب فوتو سنسيتيفيتي سيمتومز. يبقى ايه؟ عندنا الديفكت نوعين. ده الكلام المهم اللي هتتسال فيه في الامتحان في البورفير. يا اما ديفكت يؤدي الى زياده القلق والبي بي جي فيعملوا نيورو سايكايتريك سيمتومز، يا اما ديفكت يؤدي الى زياده البورفرينوجينز فيؤدي الى فوتو سنسيتيفيتي. يلا نشرح كل واحد. اول حاجه يا شباب لو في ديفكت يؤدي لزياده القلق والبي بي جي، ده يحصل امتى؟ يحصل لو في ديفكت في الانزيم اللي بيصنع الهيدروكسيميسايل بيلين اللي هو كان بيتحول بعد كده ليورو بورفرينوجين 1 اللي احنا سميناه يورو بورفرينوجين 1 سينسيز. لما يحصل نقص في اليورو بورفرينوجين 1 سينسيز مش هنعرف نصنع الهيدروكسيميسايل بيلين، وده اصلا كان بيتصنع منين؟ من البورفوبايلينوجين اللي جاي منين؟ من القلق. يبقى كميه البورفوبايلينوجين والقلق يحصل لهم ايه؟ يزيدوا. لما يزيدوا يروحوا النيرف سيلز يوقفوا الاي تي بي سينثيز اللي احنا سميناه هنا اي تي بيز، يقل الاي تي بي برودكشن يحصل نيوروسايكاتريك سيمتومز. هنسى ده يحصل في مكانين. اولا على الابدومين. ليه على الابدومين؟ عشان يتاثر السمباثيك نيرفز، وانتوا عارفين السمباثيك بيبقى موجود في الابدومين كتير قوي، يحصل ابدومينال سيمتومز. ايه الابدومينال سيمتومز دي؟ بين رهيب جدا في الابدومين وبريفرال نيورايتس التهاب في الاطراف. ولما يحصل التهاب كمان في الاطراف عشان النيرفز بتتاثر يحصل كمان ماسل باراليسيس. يبقى كل الكلام ده ليه علاقه بالنيرفز، وبيني وبينك بيأثر على السي ان اس، والسي ان اس ده مليان نيرفز، عشان كده سمينا السيمتومز ايه؟ نيورو سايكايتريك سيمتومز. يبقى في الناس دول هيبقى عندهم ابدومينال بين، هيبقى عندهم بريفرال نيورايتس وماسل باراليس. طب اللي تحتها بقى في الليت باسوي. اتفقنا في الليت باسوي في حاجه بتزيد اسمها بورفرينوجين، وقلنا كلمة جن يعني فيها مور هيدروجين. بما ان فيها مور هيدروجين ممكن يحصل لها اوكسيديشن. اوكسيديشن يعني ريموفال اوف هيدروجين. فبدل ما تبقى اسمها بورفرينوجين يبقى اسمها دلوقتي بورفرين بس. لما تبقى بورفرين تتعرض لللايت. طب هي امتى تتعرض لللايت؟ ده الكلام كله في البلد. لما تظهر اندر السكين. تتعرض لللايت بويف لينز 400 نانومتر. لما تتعرض لللايت بويف لينز 400 نانومتر تكسر الرينج بتاعت البورفرين. ولما تكسر الرينج بتاعت البورفرين تطلع حاجه هتعرفوها في المحاضرات اسمها فري راديكلز، الجزيئات الحره اللي هي الروس رياكتيف اوكسجين سبيشيز. واضح من اسمها انها جزيئات بتعمل اوكسيديشن لاي حاجه تقابلها. طب الكلام ده حصل فين؟ اندر السكن. مين اول حاجه تقابلها؟ اللايزوزومز. فلما تقابل اللايزوزومز تدمر اللايزوزومال سيل ممبرين، فتطلع الدايجستيف انزيمز بتاعت
الكروموسومز اندر السكن تاكل السكن يحصل سكن بيرن وسكن سكارس عشان كده سموها ايه فوتو سنسيتيفيتي لان الناس دي هتتاثر ازاي امتى يحصل لها المرض لما تتعرض للميه بوفلكس قد ايه 400 نانومتر تاني يبقى البورفيريا ده سؤال مهم عندنا نوعين من البورفيريا يا ولاد يا اما نيوروسايكاتريك يا اما ايه يا اما فوتو سنسيتيفيتي نيوروسايكاتريك مين اللي يزيد قلق ومين بيجي سببه ايه نقص الانزيم اللي يحول البي بي جي لليوروبورفيرين 1 اللي هو اليوروبورفيرين 1 سينثيز القلق والبي بي جي توكسيك للنيرف على الابدومين يعملوا ابدومينال بين على البريفرال نيرف يعملوا بريفرال نيورايتس ومسل باراليسيس وعلى السي ان اس برضه بيأثر على السي ان اس عشان كده يعملوا حاجه اسمها نيوروسايكاتريك سيمتومز الفوتو سنسيتيفيتي سببها مين؟ سببها زياده البورفورينوجين بورفورينوجين جن شيل الجن يبقى يتحول لبورفرين مين الجن ده؟ هيدروجين يبقى تشيله بحاجه اسمها اوكسيديشن البورفرين لما يتعرضوا الويف لينكس 400 نانومتر ساعتها يطلعوا الرص او فري راديكلز تدمر اللايزوزوم سيل ميمبرين لما تدمر اللايزوزوم سيل ميمبرين تطلع الدايجستيف انزيمز بتاعتها تكسر السكن تعمل سكن بيرن اند سكارز. كلام بقى في منتهى الاهميه احنا قلنا السنسيسيس بتاع الهيم بيحصل في مكانين في الليفر والبومر فاكر ليه قلنا بيحصل في البومر بومر ودي بديهيه عشان بيصنع حاجه اسمها هيموجلوبين لكن ليه بيحصل في الليفر بيحصل تصنيع الهيم في الليفر عشان انزيم في منتهى الاهميه اسمه سيتوكروم بي 450 مونو اكسوجينيز مش ده في كلمه سيتوكروم واحنا خدنا زمان ان السيتوكرومز دي عباره عن ايه؟ هيموبروتين. ايه وظيفه الانزيم ده؟ اكتب على الانزيم ده وظيفته ديتوكسيفيكيشن. اي ماده سامه. ايه المواد السامه دي؟ زي البوليوتانز، حاجات هناخدها بعد كده. زي الكيميكالز. زي الدراجز. ايه ده؟ هي الدراجز دي مواد سامه؟ مش دراجز يعني مخدرات يا ولاد، لا. دراجز يعني ادويه. الأدوية دي مواد سامة؟ آه طبعًا، مش دي مواد يعني مش دي مواد غريبة على الجسم؟ بما إنها مواد غريبة على جسم الإنسان يبقى بنعتبرها مادة إيه؟ سامة، عشان كده مفيش دواء يشتغل طول عمره. الدواء ليه فترة يشتغل فيها، بعد كده لازم أعمله ديتوكسيفيكيشن. إزاي أعمله ديتوكسيفيكيشن؟ الإنزيم المسؤول عن ديتوكسيفيكيشن مين؟ سيتوكروم بي 450. عشان كده زمان من معلوماتكم التلفزيونيه يقول لك ان الاورجان المسؤول عن الديتوكسيفيكيشن اسمه ايه؟ ليفر. ليه؟ عشان في الانزيم ده اللي هو السيتوكروم بي 450. طب يبقى بالمنظر ده لو واحد اخذ ادويه يبقى لازم الليفر يشتغل عشان يعمل لها ايه؟ ديتوكسيفيكيشن. وعشان يشتغل عشان يعمل لها ديتوكسيفيكيشن لازم يصنع الانزيم اللي اسمه ايه؟ سيتوكروم بي 450. يبقى اخبار كميه وعشان يصنع سيتوكروم بي 450 لازم يصنع مين؟ هيم. يبقى اخبار البورفورينوجينز في الحاله دي يحصل لها ايه؟ تزيد. تاني ايه العلاقه ما بين السيتوكروم بي 450 والهيم والبورفيريا؟ لو انا اخدت دواء بيحصل له ديتوكسيفيكيشن في الليفر يبقى لازم اصنع الانزيم ده بكميات كبيره. يبقى لازم الهيم ده يتصنع بكميات كبيره، يبقى البورفيرينوجين دي لازم تتصنع بكميات كبيره، كل الكلام ده بيحصل فينا طبيعي جدا ومفيش اي مشكله. بس لو في اطفال عندها بورفيريا ديفيشنسي في اي انزيم من الانزيمز اللي بتصنع البورفيرينز دي وفي الاخر بتصنع الهيم، هل في الاخر هنعرف نوصل لغايه خطوه الهيم؟ لا. ساعتها كميه البورفيرينوجينز يحصل لها ايه؟ تزيد. ساعتها البورفيرينوجين بيتحول لبورفرين يتعرضوا لايك يحصل لهم ايه؟ فري راديكلز تطلع فري راديكلز تكسر لايزوزوم تعمل فوتو سنسيتيفيتي. يبقى الناس اللي عندهم فوتو سنسيتيفيتي مش هيجي لهم الفوتو سنسيتيفيتي في اي وقت. دايما يجي لهم الفوتو سنسيتيفيتي لما يضطروا يصنعوا السيتوكروم بي 450. ساعتها تظهر المشكله عندهم.
امتى بقى يضطروا يصنعوا السيتوكروم بي 450؟ لما يضطروا انهم ياخدوا ادويه دراجز معينه. المربع الاصفر اللي تحت السمري ده صفحه 199 سؤال مهم جدا جدا جدا. يقول لك ليه الناس لما تاخد ادويه زي ايريزوفالفين انتي فانج تعرفوا ان شاء الله ما تكبر، او استروجينز هرمونز، او باربيتيوليتس ادويه منومه، او سلفونامايد مضادات حيويه، ليه الناس لك في بعض الناس مش اي حد طبعا، في بعض الناس اللي عندهم بورفيريا يظهر عندهم اعراض البورفيريا؟ لان لما ياخدوا الادويه دي يبقى لازم يضطروا يصنعوا السيتوكروم بي 450. طب ازاي يضطروا يصنعوا السيتوكروم بي 450؟ اصل يا اولاد الكي انزيم بتاع الهيم سينثيسيس اسمه الاسينثيز اول واحد، فيقول لك الاسينثيز الاكتيفيتي بتاعته تزيد، فلما الاكتيفيتي بتاعته تزيد يبقى كميه البورفورينشنز اللي تتصنع ايه؟ تزيد. بس في نفس الوقت ده راجل عيان مش عنده انزيم ديفيشنت في النص، فمش قادرين نحول بورفورينشنز في الاخر لهيم، فكميه البورفورينشنز يحصل لها ايه؟ تزيد وتزود اعراض الفوتوسنسيتيفيتي. عشان كده الجدول ده هيوضح لك الكلام اللي انا قلته ازاي. اول مرض اسمه ايه؟ اكيوت انترميتنت بورفيريا. اكيوت يعني مره واحده. ايه السبب؟ ديفيشنسي في الانزيم اللي اسمه يورو بورفورينشن 1 سينثيز. لما اليورو بورفورينشن 1 سينثيز ينقص يبقى بالمنظر ده يا شباب كميه القلق والبي بي جي يحصل لها ايه؟ تزيد. تعمل انهي نوع من المانيفستيشن؟ نيورو ايه؟ سايكاتريك. طب اللي بعدها اسمه ايه؟ كونجنيتال اريثروبويتيك بورفيريا. سبب نقص الانزيم اسمه ايه؟ يورو بورفورينشن 3 سينثيز. لما اليورو بورفورينشن 3 سينثيز ينقص يبقى كميه اليورو بورفورينشن 3 يحصل لها ايه؟ تزيد. تتحول او سوري لما يورو بورفورينشن 3 سينثيز ينقص يبقى الهايدروميثايل بنين هو اللي ايه؟ اللي يزيد. يتحول ليورو بورفورينشن 1 يبقى البورفيريا يحصل لها ايه؟ تزيد. يا شباب اللي بعد كده اسمه بورفيريا كيوتينيا تاردا اللي هو نقص انهي انزيم؟ اليورو بورفورينشن دي كاربوكسيليز. يبقى انت هتحفظ كده ان الثلاثه نقص في انزيم اسمه ايه؟ يورو بورفورينشن بالترتيب 1 سينثيز 3 سينثيز دي كاربوكسيليز. اخر واحد اليورو بورفورينشن دي كاربوكسيليز سموه بورفيريا كيوتينيا تاردا. كيوتينيا يعني ايه؟ يعني سكين. تاردا يعني ايه؟ يعني متقطعه ما تجيش على طول. ليه ما تجيش على طول؟ ما احنا فهمنا بقى العيان ده يجيله البورفيريا امتى؟ لما ياخد ايه؟ اي دراكس من الحاجات اللي احنا قلنا عليها. فيا شباب لما ينقص اليورو بورفورينشن دي كاربوكسيليز يبقى كميه اليورو بورفورينشن 3 يحصل لها ايه؟ تزيد. لما تزيد يحصل فوتو سنسيتيفيتي. اخر واحد لو حصل ديفيشنسي في الفيروكيلاتيز. بيني وبينك الفيروكيلاتيز ده يبقى ديفيشنت امتى؟ لو في ليد بويزنينج. الليد بويزنينج بيأثر على تو انزيمز، اول واحد الالاتي هيدراتيز وتاني واحد الفيروكيلاتيز، وده سؤال مهم جدا. فلما الفيروكيلاتيز ينقص برضه بيحصل فوتو سنسيتيفيتي ويسموها بروتو بورفيريا. بس اهم حاجه هنا ما تنساش تتسال في التحت اكسب ليه؟ ليه الناس اللي عندهم بورفيريا عندهم اصلا مشكله اسمها بورفيريا لما ياخدوا دراجز زي الجليسوفالفين زي الباربيتيوريت ليه بتبريسبيتيت البورفيريا؟ لان في الحالات دي بيضطروا يصنعوا السيتوكروم بي 450 مونو اكسوجينيز، فيضطروا يزودوا الاكتيفيتي بتاعت الالاسينثيز، فكميه البورفورينوجينز تزيد. فلما كميه البورفورينوجينز تزيد تزيد اعراض البورفيريا. الاهم بقى من الهيم سينثيسيس الهيم كاتابوليزم. هو بيعرف يعمل انزيم في الاخر بيعرف يعمله؟ يعني الديفكت مش 100%. ما عندناش يا ولاد حاجه 100% في الطب. يعني الاكتيفيتي بتبقى ناقصه. بص يا شباب الاهم بقى من الهيم سينثيسيس هيم كاتابوليزم. في الهيم كاتابوليزم برضه ما حدش هيسالك في خطوات الهيم كاتابوليزم، بس لازم تفهمها عشان في ديزيز مهم اسمه جونديس. طبعا انتوا عارفين ان فتره حياه الهيم او الهيموجلوبين او الار بي سيز كام يوم؟ 120 يوم. بعد كده ايه اللي بيحصل؟
الهيموجلوبين هيتكسر لهيم وجلوبين. الجلوبين ده بروتين يتحول لامينو اسيدز، لكن الهيم بنشتغل عليه انزيم اسمه هيم اوكسوجينيز. خلي بالك عشان الام سي كيو ده الوحيد اللي يطلع كربون مونوكسيد، كل الانزيمز كانت تطلع مين؟ سي او 2، لكن ده الاونلي انزيم اللي في جسمنا يطلع سي او بس، اسمه هيم اوكسوجينيز، بيطلع كربون مونوكسيد ويشيل الايرون وبيشتغل باستخدام الناد بي اتش. بس اهم كلمه ما تنساهاش انه يا ولاد ده الاونلي انزيم ويتش بروديوس كربون مونوكسيد. يحول الهيم للمركب الاخضر. ايه المركب الاخضر ده؟ بيلي فيردن. فيردن باللاتين يعني جرين. بعد كده بالبيلي فيردن ريدكتيز يتحول للمركب الاصفر. ايه المركب الاصفر ده؟ بيلي روبين. كل الكلام ده حصل فين؟ في الريتيكولو اندوثيليال سيستم. الريتيكولو اندوثيليال سيستم زي الاسبلين بيكسر الهيم لبيليفيردين وبيليروبين وبعدين يطلع البلاط. ايه خصائص البيليروبين اللي طالع البلاط؟ اهم كلمه عنه انه ووتر انسوليبل. ما دام ده ووتر انسوليبل يا ولاد ينفع يمشي في البلاط؟ لا، لازم يبقى كاريد باي البيومين. مهمه قوي الكلمه دي. هل انا قلت لك بيتحد مع الالبيومين؟ لا، قلت لك ايه؟ كاريد. فرق كبير من اقول لك بيتحد معاه والالبيومين يشيله، زي كده ما انا شايل القلم ده، يبقى ده لازم يبقى كاريد باي البيومين. هنسمي البيليروبين ده اسم من ثلاثه. ده اتكون في البلاط يبقى اسمه هيمو بيليروبين. يا ترى ده متحد كيميائيا مع الالبومين؟ لا، نسميه انكونجيوجيتد. يعني ايه انكونجيوجيتد؟ غير مرتبط كيميائيا. طب ده لو انا عايز اعمل عليه تفاعلات بره الجسم، يبقى يا ترى ينفع اخليه يتحد على طول مع الريجنت؟ لا، تفاعل اسمه فاندنبرج رياكشن. محدش هيسالك فيه بس عشان الشفوي. يقول لك لما تيجي تحط الريجنت بتاع الفاندنبرج رياكشن هل ينفع تتحد مع الانكونجوجيتد بيليروبين؟ لا طبعا، لان ووتر سوليبل ولا انسوليبل؟ انسوليبل. يبقى لازم عشان تتحد معاه اضيف ماده ثانيه اسمها ميثانول. يبقى طريقه الاتحاد كانت دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت، لان انت ضفت الميثانول فيسموه اسمه الثالث اندايركت بيليروبين. يبقى عندنا ثلاثه، هيمو بيليروبين او اسمه الثالث انكونجوجيتد بيليروبين او اسمه الثالث اندايركت بيليروبين. ده بيتشال على القلب عشان يروح فين؟ الليفر. وهناك في الليفر القلب من يسلم البيليروبين. طب بعد كده البيليروبين ده عايز يعدي فين؟ للانتستين. طب ايه الوصله ما بين الليفر والانتستين يا ولاد؟ اسمها ايه؟ بايل داكت. طب البايل داكت دي فيها بايل، والبايل ده البيليار جوس بيبقى فيها ايه؟ ووتر. يا ترى ينفع نعدي الانكونجوجيتد بيليروبين من الووتر؟ لا، لان المشكله ان الووتر ايه؟ انسوليبل. يبقى الحل ايه؟ الحل ان انا لازم اخليه غصب عنه يبقى ووتر سوليبل. ازاي اخليه غصب عنه يبقى ووتر سوليبل؟ تعالوا نشوف. هات البيليروبين ده وخليه كونجيوجيت. يعني ايه بقى كونجيوجيت؟ اعمله كونجيوجيشن، ارتباط كيميائي مع مركب اسمه جلوكيورونيك اسيد. سمعنا فين عن الجلوكيورونيك اسيد ده؟ سمعنا عنه زمان في الترم الاولاني في حاجه اسمها يورونيك اسيد تصوير. ده الشوجر اسيد بتاع الجلوكوز. بس الجلوكيورونيك اسيد ما بيبقاش لوحده، لازم يبقى في الاكتف فورم بتاعته. الاكتف فورم اسمها يو تي بي جلوكيورونيك اسيد. ايه يو تي بي ده؟ زي اي تي بي، زي سي تي بي،
عندنا حاجه اسمها يوريدين داي فوسفيت جلوكيورونيك اسيد. هشيل الجلوكيورونيك اسيد واخليه يتحد مع البيليروبين، يبقى اسم الانزيم اللي ينقل الجلوكيورونيك اسيد على البيليروبين يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه جلوكويورينيل ترانسفيريز. ليه اسمه تاني جلوكويورينيل ترانسفيريز؟ لان ده انزيم يا شباب بينقل الجلوكيورونيك اسيد على البيليروبين، يبقى اسمه تاني جلوكويورينيل ترانسفيريز. نقله منين لفين؟ من اليو دي بي جلوكيورونيك اسيد للبيليروبين، عشان كده هتلاقوا ساعات بيسموه بيليروبين جلوكيورينيل ترانسفيريز. اهم كلمه عندي تهمني الجلوكيورينيل ترانسفيريز. ده بينقل كام جلوكيورونيك اسيد؟ 2 جلوكيورونيك اسيد. فالمركب الطالع الناتج يبقى اسمه بيليروبين داي جلوكيورينيل. ليه بيليروبين داي جلوكيورينيل؟ لان انا نقلت عليه كام جلوكيورونيك اسيد؟ 2 جلوكيورونيك اسيد. المركب الناتج دلوقتي اللي هو البيليروبين داي جلوكيورينيل هيبقى ليه اسم من 3، بدل ما يبقى اسمه هيمو ده هيمشي في البايل، وبايل باللاتيني يعني كول، فيبقى اسمه كولي بيليروبين. بدل ما يبقى اسمه ان كونجيوجيتد ده دلوقتي بقى كونجيوجيتد مع الجلوكيورونيك اسيد، يبقى اسمه كونجيوجيتد بيليروبين. ده بدل ما كان ووتر انسوليبل دلوقتي بعد الكونجيوجيشن بقى ووتر سوليبل، يبقى يقدر يتفاعل دايركتلي مع فاندنبرج رياكشن، يبقى نسميه دايركت بيليروبين. دلوقتي الدايركت بيليروبين ده اللي هو عباره عن بيليروبين داي جلوكيورينيل يقدر يعبر بسلام البايل داكت. اشمعنى؟ لانه ووتر سوليبل. يوصل للانتستين، وهناك في الانتستين نقول له للجلوكيورونيك اسيد متشكلين مش عايزينك. ليه؟ لانه خلاص ادى الوظيفه بتاعته. فنشيل من البيليروبين داي جلوكيورينيل، نشيل الجلوكيورونيك اسيد لان خلاص مش محتاجه تاني. انا كنت محتاجه في خطوه واحده بس. ايه هي؟ ان اعديه مين؟ البايل، عشان اخليه ووتر سوليبل بس. طب مين اللي يشيله؟ انتستاينال بكتيريا. يتحول لبيليروبين عادي جدا. البيليروبين بالاكشن بتاع الانتستاينال بكتيريا يتحول لحاجه اسمها استيريكو بايلينوجين. استيريكو يعني ستول، يبقى واضح ان اسمها هتنزل فين؟ في الستول. اكتب على الاستيريكو بايلينوجين المسؤول عن لون الاستول، يبقى ده المسؤول يا شباب عن الكلر بتاع الاستول، هو ده الاستيريكو بايلينوجين. استيريكو بايلينوجين اول ما ينزل من الاستول يتعرض للهواء للاكسجين يحصل له اوكسيديشن يتحول استيريكو بايلين. هما دول الاثنين اللي بيدوا الستون اللون اليلو بتاعه او البراون بتاع الستون، هو ده الاستيركو بايلين واستيركو بايلينج. خلي بالك في كميه قليله من الاستيركو بايلينج ممكن تبقى ابزوربت في البلاط، فلما تبقى ابزوربت في البلاط ما يبقاش اسمه استيركو، يبقى اسمه يورو بايلينوجين. والله اليورو بايلوجين هو الاستريكو بايلوجين، مفيش فرق ما بينهم، هما الاثنين حاجه واحده. بس الفرق لما يبقى في الانتستين يبقى اسمه ايه؟ استريكو بايلوجين. لما يروح البلاد يبقى اسمه ايه؟ يورو بايلوجين. ليه سموه يورو بايلوجين؟ اصله هيمشي في البلاد ينزل في اليورين يتحول ليورو بايلين. اكتب عليه غير مسؤول عن لون اليورين، ده غير مسؤول عن الكلر بتاع اليورين. يبقى عشان تفهم الكلام اللي جاي بعد كده، اهم كلمه هنا ان الاستيركو بايلينوجين والاستيركو بايلين مسؤولين عن الكلر بتاع مين؟ الستون. لكن اليورو بايلينوجين واليورو بايلين غير مسؤولين عن الكلر بتاع اليورين، ما لهمش اي علاقه بالكلر بتاع اليورين.
وفي نفس الوقت في كمية قليلة جدا من البيليروبين دايكلوكيرينايد ممكن ما تمشيش في البايل، تبقى ابزوربت تروح للبلاد، بس الكمية دي قد ايه؟ قليلة قوي قوي قوي. يبقى تاني بقى الهيم كاتابوليزم. الهيم يا شباب بالهيم اوكسجينيز يتحول لحاجة اسمها ايه؟ بيليفيردين. بعد كده بيليروبين. البيليروبين ده ليه كام اسم؟ تلاتة. هيمو انكونجوجيتد اندايركت. الهيمو بيليروبين ده عشان هو ووتر انسوليبل يتشال على القلب يروح الليفر. الفكرة كلها ان انا عايز اوصله للانتستين. ازاي؟ عن طريق البايل داكت اللي فيها ووتر. الحل اعمل ايه؟ كونجيوجيشن. اخليه غصب عنه يبقى كونجيوجيتد. غصب عنه يبقى ووتر سوليبل بانزيم اسمه جلوكورينال ترانسفيريز. فلما نخليه ووتر سوليبل يبقى اسمه بيليروبين دايجلوكيرينايد. بدل ما كان اسمه هيمو يبقى اسمه ايه دلوقتي؟ كولي. بدل ما اسمه ان كونجوجيتد يبقى اسمه ايه؟ كونجوجيتد. بدل ما كان اندايركت يبقى اسمه ايه؟ دايركت. يعدي البايل يوصل الانتستين. خلاص انت مش محتاج خالص الجلوكيرونيك اسيد. شيل الجلوكيرونيك اسيد. رجعه تاني بيليروبين. بالانتستان البكتيريا يتحول ستيريكو بايلينوجين. ستيريكو بايلين لما يتعرض للاكسجين ده اللي مسؤول عن لون الاستول. لكن شويه منهم يتحول يروح البلاد يبقوا يورو بايلينوجين. يورو بايلين غير مسؤول عن لون اليورين. يبقى بالمنظر ده وما تنساش ان في كميه قليله من الدايركت بيليروبين توصل البلاد. يبقى بالمنظر ده انت عندك كام نوع من البيليروبين في البلاد؟ نوعين. النوع الاولاني اسمه ايه؟ اندايركت. النوع الثاني اسمه ايه؟ دايركت. بس السؤال مين اللي كميته اكتر من الرسمه دي؟ اكيد اللي كميته اكتر لازم يكون مين يا اولاد؟ الاندايركت طبعا. لان انا قلت لك في كميه قليله جدا من الدايركت تروح لفين؟ للبلاد. الارقام في منتهى الاهميه بقى. احنا ما حدش هيسالك في الكاتابوليزم ده، لكن هنسالك في الهايبر بيليروبينيميا والجوندس. الارقام مهمه. ان الانكونجوجيتد كميته كبيره من 0.2 ل 1.2 ملي جرام بير ديسيليتر. سوري من 0.2 لغايه 0.9 ملي جرام بير ديسيليتر. الدايركت اللي كميته قليله من 0 ل 0.3 ملي جرام بير ديسيليتر. لما تجمع الاثنين التوتال بيليروبين يبقى كام؟ 1.2 ملي جرام بير ديسيليتر. 0.9 بلس 0.3 يطلع لك التوتال 1.2. ليه بندرس الكلام ده؟ عشان ديزيز مهم اسمه جوندس الصفرا. ايه اللي بيحصل؟ ايه سبب الجوندس؟ اكيد زياده المركب الاصفر. مين المركب الاصفر ده؟ اللي هو البيليروبين. يبقى اسمها هايبر بيليروبينيميا. هايبر بيليروبينيميا معناها ان التوتال بقى مور ذان 1.2 ملي جرام بير ديسيليتر. بس عشان تقول لي صفرا، عشان تقول لي جوندس، لازم يبقى مور ذان 2 ملي جرام بير ديسيليتر. ليه؟ هو تعريف الجوندس ايه؟ الصفرا معناها يلوش ديسكالريشن اوف اس واس السكن والسكليرا بتاعت الاي اللي هو الجزء الابيض من العين والميوكس ميمبرنز كمان. ايه ده؟ ده معنى كده ان في ناس ممكن يزيد عندهم البيليروبين بس ما يوصلوش لمرحله ايه؟ الجوندس. اللي هي من كام لكام؟ من 1.2 لغايه كام؟ 2 ملي جرام بير ديسيليتر. ده عنده هايبر بيليروبينيمي بس ما عندوش جوندس. نسمي الناس دول ايه؟ ليتنت جوندس. ليتنت يعني مستخبيه، يعني لسه ما بانتش عليهم اعراض الجوندس. طب ايه بقى اسباب الجوندس؟ اولا التايبس بتاعتها. احنا اتفقنا عندنا كام بيليروبين؟ مين؟ يا اما انكونجوجيتد يا اما كونجوجيتد. يبقى احنا هنقسم التايبس او جوندس على حسب نوع البيليروبين لثلاث انواع. اولا انكونجوجيتد هايبر بيليروبينيميا، يبقى الانكونجوجيتد هو اللي زاد. او كونجوجيتد هايبر بيليروبينيميا، يبقى كونجوجيتد بيليروبين هو اللي زاد. او ميكسد هايبر بيليروبينيميا. التو تايبس الانكونجوجيتد والكونجوجيتد اللي زادوا. تعالوا نشوف اول نوع الانكونجوجيتد هايبر بيليروبين. الرسمه دي مهمه، هي اللي هتغششك في الامتحان كل حاجه. ازاي؟
سبب اللي يخلي الانكونجوجيتد هايبر بيلوبينيميا يزيد اهم سبب ان في هيموليسيس زياده البريك داون بتاع الهيم. فلما الهيم يتكسر يبقى كميه الانكونجوجيتد بيلوبين يحصل لها ايه؟ تزيد مور ذان الكباستي بتاعت الليفر انها تعمل لها كونجوجيشن. يعني ايه الكلام ده؟ زي مثلا الانزيم ده جلوكوبينان ترانسفريز يقدر يشتغل على 100 بللي روبي. الهيم اتكسر وصل له 1000 بللي روبي. يقدر يشتغل على 1000 دول كلهم؟ لا، هو قدرته كم 100، يبقى في 900 مش عارف يعمل لهم كونجوجيشن. فالان كونجوجيتد بللي روبي يزيد. بس اقول لك على حاجه، ما هو اكيد الجلوكوبينان ترانسفريز هيشتغل شويه. يعني بدل ما يشتغل على 100 دلوقتي زي مثلا يشتغل على 200 300. يبقى برضه كميه الكونجوجيتد بالروبين يحصل لها ايه؟ تزيد. بس مين اكتر؟ الان كونجوجيتد ولا كونجوجيتد؟ الان، عشان كده سميناه ايه؟ ان كونجوجيتد هايبر بيلوبينيميا. بس الحياه كدكتور تبقى فاهم ان برضه كميه الكونجوجيتد بالروبين يحصل لها ايه؟ تزيد شويه. ايه اهميه المعلومه دي؟ لما الان كونجوجيتد بالروبين يزيد الكونجوجيتد هيزيد، يبقى البيلروبين اللي في الانتستين يزيد، يبقى اخبار الاستيروكوبايلين ايه؟ يزيد. هو يا ولاد الاستيروكوبايلين ده مسؤول عن لون الستول، يبقى بما انه مسؤول عن الكاميرا بتاع الستول يبقى الناس دول الستول بتاعهم ايه؟ دارك براون ستول. طب اليوروبايلين يحصلوا ايه؟ يزيد. اعرف كده استيروكوبايلين هو مين؟ يوروبايلين. الاثنين مع بعض، الاثنين زي بعض، بس واحد في الستون والتاني فين؟ في اليورين. بس اتفقنا لما اليوروبايلين يزيد هل ده ريسبونسبل فور كلر اوف يورين؟ لا، يبقى لون اليورين ايه؟ زي ما هو، مش هيتغير. هو مين اللي زاد؟ انكونجوجيتد بيليروبين. يبقى الانكونجوجيتد بيليروبين اللي زاد ده ووتر سوليبل ولا انسوليبل؟ ووتر انسوليبل. ينفع ينزل في اليورين؟ لا، هيفضل في الالبومين. الخطوره هتلاقيها مكتوبه في صفحه قبل كده، ان لما الانكونجوجيتد بيليروبين يزيد لو عدى رقم 20 ملي جرام بير ديسيليتر هيعدي البلاد برين بارير، يروح للبرين يدمر البرين. نسمي القصه دي بيليروبين انكفالوباسي، او اسمها الثاني الاهم كارنكتراس. ايه كارنكتراس دي؟ برين دامج باي بيليروبين. هتلاقوها في الصفحه اللي قبلها اللي هي صفحه 201 تقريبا. 200؟ ماشي، هتلاقوها في صفحه 200، هتلاقوها في الصفحه اللي قبلها. يبقى انت ما تذاكرهاش من هنا، ذاكرها هنا. انك تعرف ان مشكله الانكونجوجيتد بيليروبين لما يزيد يعمل ايه؟ يعدي البلاد برين بارير، يعمل مشكله اسمها كارنكتراس. على فكره الكاركترز بتاعت الهيموليتيك انيميا والهيموليتيك جوندس مهمه، عشان هنجي لك في الامتحان في سوره كومبير هنقولها المره الجايه ما بين الهيموليتيك والاوبستراكت. طب يا اولاد ايه اسباب الهيموليتيك جوندس؟ كل الاثنين هتحفظهم مع بعض. يا اما ابنورمال هيموجلوبين يا ابنورمال ار بي سيز. ابنورمال هيموجلوبين مين؟ سيكل سيل انيميا، ثلاسيميا. ابنورمال ار بي سيز اللي هي ايه؟ احنا اخدنا زمان ان لازم الشكل بتاع الار بي سي يبقى واي كونكيف. لو بقى سفيريكال يسموها هيريديتري سفيرو سايتوزيس، يبقى شبه الالبس الهلالي يبقى اسمها هيريديتري الليبتوزيس. كل دول يحصل ابنورماليتي في الشيب بتاع الار بي سي تتكسر بسرعه. اللي بعد كده انزيمز. مين الانزيمز اللي اخدناهم قبل كده في الار بي سي؟ اتش ام بي، الجي 6 بي دي ديفيشنسي. اخدنا بيعمل مرض اسمه ايه؟ فافيزا. اخدنا الار بي سيز بتعمل ايه كمان؟ جلايكوليسيس. يبقى لو حصل بايروفيل كاينيز ديفيشنسي مش هتعرف تتصنع اي تي بي. وهو الاي تي بي مهم ليه؟ الاي تي بي مهم في الار بي سيز عشان يا شباب الصوديوم بوتاسيوم بام، يبقى ده مهم عشان الصوديوم بوتاسيوم بام. فمش هتعرف تعمل صوديوم بوتاسيوم بام. الصوديوم يأكوميوليت انتراسيلر في الار بي سيز، يسحب ميه يحصل هيموليسيس. مش بس كده، انكومباتيبل. ايه انكومباتيبل ده؟ انكومباتيبل بلاد ترانسفيوجن. واحد فصيله دمه ايه؟ نقلنا له فصيله دم بي،
يبقى بالمنظر ده يحصل هيموليسيس. او انكومباتبل ار اتش، مذر ار اتش نيجاتيف، ابن حقير ار اتش بوزيتيف، فبالتالي ينقل الانتيبودي بتاعته لمين؟ للمذر اللي انتوا سميتوها مين؟ اريثروبلاستوسيس فيتاليس. مين كمان؟ انفكشنز، انفكشنز زي الملاريا. بس اهم نوع اسمه نيونيتال فيسيولوجيكال جونتس، ده اكتر نوع هتقابله في حياتك. خلي بالك اسمه ايه؟ فيسيولوجيكال. فيسيولوجيكال يعني ايه؟ طبيعي، يعني ما تتخضش. كلنا بنسمع عن اطفال تتولد عندها مرض الصفر، نيونيتال فيسيولوجيكال جونتس. ايه السبب؟ الكوز بتاعها ايه؟ حاجتين. اول ما الطفل بيتولد يا ولاد يعملوا له السبوع، كل الناس تروح تقعد تمسك الواد، تفعص في الواد، تفعص في الواد. لما تقعد تفعص في الواد يحصل له ايه؟ هيموليسيس. يبقى اول سبب زياده ايه؟ في الهيموليسيس. طبعا ده كلام خيال علمي، ده كرتون، اكيد الهيموليسيس مش بسبب كده. الهيموليسيس هنعرفه في اخر السنه نتيجه ديفيشنسي او فيتامين كي في الناس دول. ده الطفل اللي لسه مولود ما عندوش فيتامين كي، وانتوا اخدتوا انه فيتامين كي ده مهم ليه؟ البلاك كلوتينج، يبقى عنده هيموريج، هيموليسيس. في نفس الوقت ده لسه مولود، يبقى الليفر بتاعه ماتيور ولا اماتيور؟ اماتيور، لسه مش قادر يعمل كونجيوجيشن، عشان كده عنده هيموليسيس زياده في الانكونجيوجيتد بيليروبين. وفي نفس الوقت الليفر لسه مش عارف يشتغل، مش عارف يعمل كونجيوجيشن، يبقى الانكونجيوجيتد بيليروبين يزيد. طب الخطوره ان اتفقنا لو الانكونجيوجيتد بيليروبين عدى ال 20 ملي جرام بير ديسيليتر يروح للبلاد برين بارير يعمل ايه؟ كرنكتس. الكتاب بيطمنك بيقول لك ما تقلقش مش هيعدي ال 13، ما تصدقش كلام الكتاب، احنا هنحفظها وبس، لكن هيشتغل دكتور اطفال يعرف الكلام ده مهم، ان احنا لازم نخلي بالنا انه ما يعديش كام؟ 20. يعني الام هتجيلك بابنها وهو عنده الصفرة تقول لك الحق يا دكتور ابني عنده الصفرة، عملت له تحليل طلع 5 ملي جرام بير ديسيليتر، وكاتبني في التحليل ان الرقم الاخير النورمال 1.2. ايه ده؟ ده 5 اضعاف. الدكتور يقول لها روحي يا حاجه نجم، روحي روحي مالكيش دعوه، ما تقلقيش على الواد. ليه؟ لازم تبقى كول، لازم تبقى ماسك نفسك قدام العيانين. ليه؟ لان انت دكتور وفاهم ان 5 دي مشكله. لا، المشكله لو عدى كام؟ 20. تيجي لك تاني يوم ابنها الصفرة بتاعته البيلوجن وصل لغايه 10، يا دكتور حرام عليكم هتموتوا الواد، 10 وكاتبني في التحليل 1.2، يا حاجه روحي نامي برضه. ليه؟ لان لسه ما وصلش لغايه كام؟ 20. تبدا انت تتدخل، تبدا تتدخل لما يوصل 15 16. ليه بقول لك الكلام ده؟ هو انت مستني ايه؟ مش ده طفل لسه مولود؟ مش ده لما يكبر الليفر بتاعه هيبقى ماتيور؟ يبقى عشان كده في ناس كتيره قوي تسمعوها حتى من اهاليكم يقول لك ايه ده، انا ابني جاله الصفرة وخف لوحده. خف لوحده ليه؟ والله العظيم اسمها فيسيولوجيكال، طبيعيه ممكن تخف. ليه؟ لان بعد فتره يومين ثلاثه الليفر هيبقى ماتيور يبدا يشتغل. انت خاف على العيل ده لما يوصل 15 و16. ليه؟ لان انت خايف يقرب من كام؟ من ال 20. تعمل ايه؟ حاجتين بحرف الفهم، التريتمنت. اول حاجه فوتوثيرابي، اللمبه الزرقاء، بلو فلورسنت لايت. ما تستبصروش في اولادكم يا اولاد، يعني ما تقعدوش تحت لمبه نايل وتقول ربنا معايا، ما تقعدوش في الشمس وربنا معايا، ما تجيبلوش لمبه زرقاء في البيت وتقول له ربنا معايا، لا، لازم تحطه في حضانه ببلو فلورسنت لايت بروفلنس معين. ليه؟ الميكانيزم اوف اكشن مهم، تتسال التريتمنت والميكانيزم. البلو فلورسنت لايت بيحول الانكونجوجيتد بيليروبين اللي هو ووتر انسوليبل يخليه ووتر سوليبل ايزومر. هل انا قلت حوله دايركت؟ لا، خلي بالك عشان الكلام ده يبقى صح وتاخد درجه صح، حوله الووتر سوليبل ايزومر، مركب شبيه ليه بس ووتر سوليبل، فتقدر تعمل له اكسكريشن في البايل، يقدر دلوقتي يعدي، لكن ده مش دايركت بيليروبين، ده بقى مركب ايزومر بس ووتر سوليبل. وتاني حاجه بحرف الف، اكله فينو. ايه فينو ده؟ مش العيش الفينو بتاعنا لا يا ولاد، عشان تحفظ، دواء اسمه فينو باربيتال. ايه الفينو باربيتال ده؟ ده دراج، ده يا ولاد شبه الباربيتيوريتس، ما
من أدوية منومة بس أنا مش بديه عشان العيل ينام طبعاً، لا أنا بديه عشان الفينوباربيتال ده بينديوس السينسيسيس أوف اليوديبيدلوكيورينايل ترانسفيرز. انديوس يعني بيستيميوليت، بيزود تصنيع الجلوكيورينايل ترانسفيرز. فلما يزود تصنيع الجلوكيورينايل ترانسفيرز يبقى أنت بتعمل إيه؟ كونجيوليشن. بعد ما تعمل الكونجيوليشن يبقى أنت حولته بدل ما هو ووتر انسوليبل اللي هو الانكونجوجيتد بيليروبين تحوله ليه كونجوجيتد بيليروبين فيقدر ينزل في الميه. اوكي يا ولاد؟ ماشي. بص يا شباب احنا موعدنا هيكون بقى ان شاء الله الخميس من 2 ل 3 والاثنين النهارده من 11 ل 12. هاخد يا ولاد من اول الهيم لغايه الاخر، وبعد كده لو في وقت هنبقى نشوف حكايه الامينو اسيدز.